بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فمع درس جديد من دروس النحو، وموعدنا اليوم مع الأسماء الستة. والأسماء الستة مما يعرب بعلامات فرعية. قلنا يعرب بالعلامات الفرعية: الممنوع من الصرف إذا جر بالفتحة، إذا خلا من أل والإضافة، إذا تجرد من أل والإضافة. ويعرب بالعلامات الفرعية: جمع المؤنث السالم مجازا، ما جمع بألف وتاء مزيدتين فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. الأسماء الستة. ما الأسماء الستة؟ الأسماء الستة هي أب، أخ، حم، فو، ذو. أب، أخ، حم. والحم أو الحم هم أقارب الزوج، وقيل أيضا أقارب الزوجة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. فكما أن الموت إذا دخل الجسد أسرع إليه الفساد، فإن دخول أقارب الزوج بيت المرأة في غياب زوجها عنه أسرع لفسادها، فقال: الحم الموت. فو بمعنى فم، ويجب أن تكون خالية من الميم. ذو بمعنى صاحب. هذه هي الأسماء الستة. وهذه الأسماء تعرب رفعا بالواو. نعم، هذه خمسة. نعم، أب، أخ، حم، فو، ذو. اسم سادس وهو هن. هن هذا الاسم السادس. وقالوا إن الهن هو اسم لما يستقبح أو يستحي الإنسان أن يذكره. هذه الأسماء الستة سوف تعرب بالحروف لا بالحركات. علامات إعراب الأسماء الستة: في حالة الرفع ترفع بالواو، تقول: أبوك ذو قلب رحيم. سوف أساعدك في الإعراب لأنك لم تصل بعد إلى إعراب الكلمات، إلى مواقع الكلمات. هذه الكلمة مبتدأ، والمبتدأ في اللغة مرفوع، فما علامة رفعه؟ سوف نقول: علامة رفعه الواو، لأنه اسم
من الأسماء الخمسة أو الستة: أبوك ذو، هذا خبر والخبر مرفوع، فما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الستة. ظهر لنا أن هذا الاسم رفع بالواو وهذا رفع بالواو نيابة عن الضمة. الواو هنا علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة فرعية. تنصب هذه الأسماء بالألف، فتقول رأيت أخاك، رأيت فعل وفاعل، هذه الكلمة وقعت مفعولا به، مفعول به، والمفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ الألف. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة. وتجر، تجر بالياء، تجر هذه الأسماء، تجر بالياء. تقول سلمت على أخيك، على حرف جر، أخيك اسم مجرور بعلى، ما علامة جره؟ علامة جره ماذا؟ الياء. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الستة. ظهر لنا من خلال إعراب هذه الأمثلة أن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. يمكن أن نقول أنها تعرب، تعرب بالحروف بدلا من الحركات. في الرفع نرفع بالضمة وننصب بالفتحة ونجر بالكسرة، هذه سوف تتحول الضمة إلى واو والفتحة إلى ألف والكسرة إلى ياء. تعرب بالحروف بدلا من الحركات. والسؤال الآن: متى تعرب هذه الأسماء رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالإيه؟ بالياء. إذا وجدنا فيها شروطا خمسة، إذا وجدنا في هذه الأسماء شروطا خمسة أعربناها هذا الإعراب. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا، ما السؤال؟ نعم، ما شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف بدلا من الحركات؟ أو متى نعرب هذه الأسماء بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا؟ نقول إذا وفرنا فيها خمسة شروط. شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف. أن تكون مفردة، الشرط الأول أن تكون مفردة. ماذا نقصد بأن تكون مفردة؟ ليست مثنى ولا جمعا. فإن كانت مثنى أو جمعا أعربت إعراب المثنى أو الجمع. مثال:
أبو بكر أول الخلفاء، أبو هذه مفردة؟ نعم، فسوف نعرب أبو مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه اسم من الأسماء الستة أو الخمسة. طب لو قلنا لي أبوان رحيمان، سوف أساعدك في إعراب أبوان، إنها مبتدأ مؤخر والمبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ هل هذه مفردة أبوان؟ لا، الكلمة مثنى، مثنى، سوف نعربها إعراب المثنى. بما يعرب المثنى؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. أبوان مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، إنما المؤمنون إخوة، إخوة جمع أخ، وكلمة أخ من الأسماء الستة، لكنها هنا جمع تكسير، وقد وقعت خبر، نقول خبر مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ جمع التكسير يرفع بالضمة، علامة رفعه الضمة. والسؤال، لماذا رفعنا هنا بالألف؟ لأنها مثنى. ولماذا رفعنا هنا بالضمة؟ لأنها جمع تكسير. لماذا رفعنا هنا بالواو؟ لأنها اسم من الأسماء الستة، مفردة، جاءت مفردة. الشرط الأول أن تكون مفردة، فإن جاءت مثنى أعربت إعراب المثنى، وإن جاءت جمعا أعربت إعراب الجمع، سواء كان جمعا سالما أو كان جمعه تكسير. السالم يعرب إعراب الجمع السالم، والجمع التكسير يعرب إعراب جمع التكسير. الشرط الثاني أن تكون مضافة، فلو جاءت هذه الأسماء غير مضافة تعرب بالحركات لا بالحروف. فلو قلت هذا أخ، هذا مبتدأ، لو قلنا هذا أخوك فهي مفردة ومضافة، إذن هي من الأسماء الخمس أو الستة، خبر مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، طبعا نيابة عن الضمة، لأنه اسم من الأسماء الستة. فإن قلنا هذا أخ، فقد جاءت الكلمة غير مضافة، فعند ذلك سنعربها بالضمة رفعا، ورأيت أخا ومررت بأخ. أعرب أخ هنا خبر، والخبر مرفوع، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. رأيت أخا مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة. بأخ اسم مجرور بالباء، ما علامة جره؟ علامة جره الكسر. في هذه الأمثلة رفعت بالضمة، نصبت بالفتحة، وجرت بالكسرة. والسؤال لماذا؟ لأنها غير مضافة، لأنها غير مضافة. سأتيك بكلمة مفردة مضافة، كقولك مثلا أخي طيب القلب. كلمة أخي هذه مفردة؟ نعم. هل هي مضافة؟ نعم، مضافة إلى ياء المتكلم، نحن نريد أن تكون مضافة، لكن أن تكون الإضافة
إلى غير ياء المتكلم. إذن السؤال الآن، هل هذه من الأسماء الستة؟ إنها مفردة، إنها مضافة، أيضا ليست من الأسماء الستة لأن إضافتها إلى ياء المتكلم. فلو قلنا مثلا أبوك رحيم، لقد أضفنا كلمة أب المفردة المضافة إلى الضمير. ولو قلنا أبو بكر أول الخلفاء، لقد أضفنا كلمة أبو المفردة المضافة إلى اسم ظاهر. إذن هنا من الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالإيه؟ بالياء، أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ولك أن تسأل ماذا لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم، فقلت أخي أو إن أبي أو سلمت على حميها مثلا أو على حمي. نقول لو قال أخي طيب القلب، إن هذه مبتدأ وهي مرفوعة بضمة على الخاء والضمة مقدرة، ما الذي منع من ظهور الضمة؟ اشتغال محل الإعراب الذي هو الخاء بحركة الكسرة التي سببها هذا الضمير ياء المتكلم. ولذلك نقول أخ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إن أبي رحيم، أبي اسم إن، وستعرف أن اسم إن منصوب، فكلمة أب منصوبة بفتحة والفتحة مقدرة، ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة التي هي الكسرة، والضمير المتصل هذا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لو قالت المرأة سلمت على حمي، فعلى حرف جر، وحمي اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة، والضمير المتصل مبني في محل جر مضاف إليه. والسؤال، لقد أعربنا هذه الكلمات الثلاث بضمة مقدرة، بفتحة مقدرة، بكسرة مقدرة، لماذا لم نعربها إعراب الأسماء الستة؟ لأنها وإن كانت مفردة ومضافة إلا أن إضافتها إلى غير ياء المتكلم، إلى أن إضافتها إلى ياء المتكلم. حتى تعرب هذه الأسماء بالحروف لابد أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ماذا عن الشروط الباقية؟ أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة يعني ليست مصغرة. عندنا ظاهرة في الصرف اسمها ظاهرة التصغير، فولد ولد كبير، فإن أردت أن تقول إنه ولد صغير قلت وليد، وشجرة كبيرة إن أردت أن تقول إنها شجرة صغيرة قلت شجيرة، ومنزل واسع كبير إن أردت أن تقول إنه منزل صغير قلت منيزل. فالشرط الرابع أن تكون مكبرة، فلو كانت مصغرة فإذا جاءت مصغرة
أعربت بالحركات. فلو قلنا هذا أخي، تقول رأيت أخيا ومررت بأخي. هذا خبر، خبر مرفوع، ما علامة رفعه؟ وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأن كلمة أخ وإن كانت من الأسماء الستة إلا أنها جاءت الكلمة مصغرة، أخي، أخي يعني أخ حبيب، التصغير هنا مثلا لبيان منزلته للتدليل. رأيت أخيا، هذا مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ علامة نصبه ماذا؟ الفتحة. بأخي، هذا اسم مجرور، ما علامة جره؟ وعلامة جره الكسر. الشرط الخامس أن تكون غير منسوبة، والنسب سنعرفه في الصرف إن شاء الله تعالى، معناه إلحاق ياء مشددة مكسور ما قبلها بالاسم لبيان الجنس أو الموطن أو الدين أو المذهب أو الحرفة. تقول أنا مصري الموطن، وتقول هذا قاهري وذاك دمشقي وهذا حنفي وذاك شافعي لبيان المذهب أو غير ذلك مما يستخدم له التصغير. على كل حال عند التصغير، أقصد عند النسب، تقول هذا مصري، ياء مشددة مكسور ما قبلها. فلو كانت الأسماء الستة منسوبة لن تعرب بالواو رفعا ولا بالألف نصبا ولا بالياء جرا، وإنما ستعرب بالحركات. نقول فإذا جاءت منسوبة فيها ياء النسب فإنها تعرب بالحركات لا بالحروف. مثال ذلك تقول هذه علاقة أخوية، أخوي، أخ، لقد نسبت إليها فأرجع النسب الواو المحذوفة وهذه ياء النسب المشددة المكسور ما قبلها، تقول في المذكر أخوي وتقول في المؤنث أخوية. علاقة خبر وأخوية نعت، والنعت يتبع المنعوت والمنعوت مرفوع، يبقى هذا نعت ماله؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ وعلامة رفعه الضمة. أو تقول رأيت منه معاملة أبوية، معاملة مفعول به منصوب، أبوية نعت للمعاملة، سوف نقول نعت، ونعت المنصوب منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة. وكذلك في الجر، لو قلنا مثلا تعاملت معه بمعاملة أخوية، بمعاملة أخوية نعت، ونعت المجرور مجرور. ما علامة جره؟ علامة جره الكسرة. لماذا؟ لأن أصل الكلمة وإن كانت أخ إلا أنها جاءت منسوبة، وفي هذه الحالة
ليست من الأسماء الستة التي تعرب بالألف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. هذه الشروط الخمسة تشترك فيها الكلمات، وهناك شروط خاصة بكلمة ذو وبكلمة فو. أما ذو فشرطها أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب. إذن لو سئلت ما شرط ذو، تكون الجواب، يكون الجواب أن تكون بمعنى صاحب. والسؤال هل ترد ذو بمعنى آخر؟ ما شرط كلمة ذو؟ يعني الجواب شرطها أن تكون بمعنى صاحب، فتقول جاءني ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال. ما معنى جاءني ذو مال؟ جاءني صاحب مال، رأيت صاحب مال، مررت بصاحب مال. عند ذلك سنعربها إعراب الأسماء الستة، فهي هنا فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة. رأيت ذا، هذه مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا، منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الألف، لأنه من الأسماء الستة. بذي، الباء حرف جر، ذي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء، لماذا؟ نعم. إذن كلمة ذو هنا بمعنى صاحب. هل تأتي أو ترد كلمة ذو بمعنى آخر؟ الجواب نعم، ترد بمعنى الذي، اسم موصول، فتقول حضر أو جاء ذو قام، يعني الذي قام، وتقول رأيت ذو قام أي الذي قام، ومررت بذو قام أي بالذي قام. لا، قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ذا هنا اسم إشارة بمعنى من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنعم، عندما سندرس أسماء الإشارة سنقول إن اسم الإشارة هو ذا، وقد تدخل عليه ها التنبيه، أو تدخل عليه كاف الخطاب، ولا يجتمعان، لا تجتمع هاء التنبيه مع الكاف. نقول هذا فتسقط الألف وتكتب هكذا هذا. وعند الإعراب إن أردت تفصيلا قلت ها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون، وذا اسم إشارة، والكاف حرف خطاب، وتأتي اللام أيضا للبعد فتقول ذلك. هذا سندرسه. فذا انتبه، قد تكون في جملة بمعنى صاحب، وهذه موضوع درسنا، وقد تكون بمعنى الذي. فإذا كانت بمعنى ذو وأضيفت إلى اسم ظاهر، لأنها لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر، ففي هذه الحالة نرفعها بالواو ونصبها بالألف نجرها بالياء.
أما لو جاءت بمعنى الذي فتثبت على الواو رفعا ونصبا وجرا، وعند ذلك نعربها إعراب لاسم الموصول فنقول اسم موصول مبني على السكون، ثم تحدد بعد ذلك موقعه من الإعراب في محل، هذه في محل رفع فاعل لأنه هو الذي جاء، وهذه في محل نصب مفعول به، وهذه في محل جر بالباء. كلمة فو بمعنى فم وليست فيها الميم، فلو جاءت كلمة فو بمعنى فم وليس فيها الميم، فلو جاءت كلمة فم أعربناها بالحركات ضمة وفتحة وكسرة عند الإعراب. يعني مثلا ما شرط فو؟ يبقى الإجابة أن تكون بمعنى فم وخالية من الميم. السؤال ماذا لو جاءت بميم أو بالميم؟ الجواب نعربها بالحركات لا بالحروف، فنقول فمك لا ينطق إلا بالصدق. أعرف فمك هنا إنها مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضم على الميم. لو قلنا إن فمك اسمه إن منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة. لو قلت في فمك لسان لا ينطق إلا بالخير، في فمك اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. هذه هي الأسماء الستة وهذه شروطها، إذا وجدناها وجدنا الشروط رفعنا بالواو نصبنا بالألف جررنا بالياء. هيا بنا نتدرب سويا على إعراب الأسماء الستة. هل أنتم مستعدون؟ نعم، هذه خرجت ضعيفة. هل أنتم مستعدون؟ نعم. أنا مقدر أننا لم ندرس الموضوعات التي تعيننا على الإعراب، لكنني سوف أساعدك. المطلوب عين الأسماء الستة أو استخرج الأسماء الستة من الأمثلة الآتية وأعربها. لا تنطق بفيك كلمة تجرك مثلا إلى عقاب الله أو إلى النار. حاول تفكر حتى أفرغ أنا من الكتاب. إن أخاك الحق من واساك، قالوا وأبونا شيخ كبير، احترمت المرأة حماها،
كن ذا صبر عند الشدائد. نكتفي بهذا ونقرأ الأمثلة ونستخرج منها الأسماء الستة. لا تنطق بفيك كلمة تجرك إلى النار. أين الاسم المقصود؟ نعم، بفيك. لاحظ معي أن كلمة فو بمعنى فم، وأنها مفردة، وأنها أضيفت، والإضافة إلى كاف الخطاب، وهي مجرورة بالباء. ما علامة جرها؟ اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الستة. ربما يختلط الأمر على واحد من إخواننا فيقول أنا أقول بفيك، هذه فتحة، كيف تزيل هذا الإشكال؟ أقول هذه الفتحة ليست فتحة إعراب، إن علامة الإعراب هي الياء، والكلمة أصلا بفي. أما الكاف هذا ضمير لخطاب المفرد المذكر، وهو يكون مبنيا على الفتح، إذن إعرابه ضمير مبني، أي ملازم للفتح، مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذه الفتحة ليست فتحة إعراب، وإنما علامة الإعراب هي هذه الياء. إن أخاك الحق من واساك، أين الاسم؟ تفضل. أخاك، أعرفه، لقد وقع اسما لإن، وسوف تعرف أن اسم إن منصوب، يبقى نقول اسم إن منصوب. ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الألف، نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، مفرد مضاف، الإضافة إلى غير ياء المتكلم، ومكبر وليس منسوبا، فهو من الأسماء الخمسة. قالوا وأبونا شيخ كبير. أبونا هذا ابتداء لكلام، فكلمة أبونا مبتدأ، والمبتدأ عندنا مرفوع. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. احترمت المرأة حماها، أين الاسم؟ حماها، لقد وقع هنا احترمت المرأة فاعل، حماها مفعول به، مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا، منصوب، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه هنا إيه؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. كن ذا صبر عند الشدائد، الاسم المقصود هو ذا، يعني كن صاحب صبر. هذا وقع خبر كن، وهو عندنا منصوب، فقل لي ما علامة نصبه؟ وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الستة. واضح؟ تدريب آخر، استعمل الكلمات التالية في جمل بحيث تكون معربة بالحروف مرة وبالحركات مرة أخرى. والكلمات هي أب وأخ وحم. تفضل، من سيجيب؟ تفضل. أبي شيخ كبير. كلمة أبي أعربها، مبتدأ مرفوع،
وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا؟ منع من ظهورها حركة الايه؟ المناسبة. أو يعني إن أردت أن تقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. جميل. إعراب أخينا صواب، لكنني سأسأله. كلمة أب هذه قالوا لنا إنها من الأسماء الخمسة، فلماذا لم تعربها هنا رفعا بالواو مثلا؟ لأنها مضافة إلى ياء المتكلم، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. الكلمة ذاتها أدخلها في جملة بحيث تعرب بالحروف، بالواو رفعا، بالألف نصبا، بالياء جرا. تفضل. أبوك شيخ كبير. لقد جعلها مضافة إلى الضمير، مفردة مضافة، الإضافة إلى غير ياء المتكلم، مكبرة ليست منسوبة، فستعرب هنا بالواو. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمس أو الأسماء الستة. كلمة أخ من سيدخل هذه الجملة؟ تفضل. هذا أخ. حبيب أو حميم. هذا اسم إشارة وقع مبتدأ، وأخ خبر. أعرب. الخبر مرفوع، أكمل. وعلامة رفعه ماذا؟ علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأن كلمة أخ هذه جاءت غير مضافة، فهي مرفوعة بالضمة وعلامة رفعه الضم. استعمل الكلمة في جملة أخرى بحيث تكون من الأسماء الخمسة أو الستة التي تعرب بالألف، بالواو رفعا، بالألف نصبا، نصبا بالياء جرا. إن أخاك كريم. لقد وقعت اسما لإن، واسم إن منصوب، فما علامة النصب؟ وعلامة نصبه ماذا؟ الألف، لأنه من الأسماء الستة. كلمة حم. من يجيب؟ قال رأيت حماك، طبعا تجوزا، لأنهم يقولون إن الحم هو أقارب الزوج، يبقى بالنسبة لليه؟ للزوجة. حماكي، مش كده؟ وبعض العلماء قال إنها تطلق أيضا على أقارب اليه؟ الزوجة، فلا بأس. رأيت حماك في المسجد. أعرب لنا هذه الكلمة. سوف أساعدك. مفعول به منصوب. ما علامة النصب؟ علامة نصبه الألف، لقد استعملها هنا اسما من الأسماء الستة فنصبها بماذا؟ نصبها بالألف. استعملها استعمالا ترفع أو تنصب أو تجر فيه بالحركات. رأيت حمي في المسجد، فحمي قد أضافها إلى ياء المتكلم، فهي مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أريد أن أرجع إلى الدرس للكلام على كلمة هن. أو الأفضل أن نقول لغات العرب في لغات العرب في الأسماء الستة.
أو في الأسماء الخمسة أفضل. عندنا ثلاث لغات، لغة اسمها الإتمام، ولغة اسمها القصر، ولغة ثالثة اسمها النقص. فلغة الإتمام معناها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهي أفصح اللغات في ثلاث كلمات: أب وأخ وحم. فتقول: هذا أبوك، رأيت أباك، سلمت على أبيك. فهذه اللغة معناها أن كلمة أب هذه رجع لها لام الكلمة، يقولون على الهمزة هذه فاء الكلمة، والباء عين الكلمة، والواو لام الكلمة، فهي وهي مفردة ناقصة، وعند الإضافة يعود لها الحرف الذي كان لاما للكلمة، ولذلك يسمونها لغة الإتمام. يتم الاسم برجوع الناقص منه إليه عند الإضافة، فتعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا. وهذه افصح اللغات في هذه الكلمات الثلاثه. لغه القصر يثبت اخر الاسم على الالف رفعا ونصبا وجرا، وتعرب مبنية، الأسماء دي تعرب مبنية على السكون في محل رفع إن كانت مرفوعة، أو نصب إن كانت منصوبة، أو جر إن كانت مجرورة. مثاله أن تقول: هذا أباك، ورأيت أباك، وسلمت على أباك. هذا أباك خبر مبني على السكون في محل رفع، ورأيت أباك مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وعلى أباك اسم مبني على السكون في محل جر. ولغة ثالثة وسميت قصرا لأن الاسم صار اسما مقصورا، الاسم المقصور عصا، فتى، هدى، أبا، فاعتبرها كالاسم المقصور، يعني ليس كالاسم المقصور، وإلا فالاسم المقصور يعرب بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة ويجر بالكسرة المقدرة، ولكن هو أطلق الاسم هنا على شبهها بالقصر أبا. النقص أن تظل هذه الأسماء بدون آخرها، يعني النقص تظل أب وأخ وحم، وترفع بالحركات لا بالحروف. تقول: هذا أبوك،
فهذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ورأيت أخك، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومررت بحمك، وهو اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. لكن أفصح اللغات، أفصح اللغات هي الإتمام والقصر، والإتمام أفصح اللغات، يعني نستطيع نقول لغات العرب في أب وأخ وحم. الإتمام، وهذا ورد عن العرب أيضا. القصر، قلنا إن الشاعر يقول إن أباها وأبا، لم يقل أبا أبيها، وإنما قال أبا أباها، فجعله مبنيا على السكون في محل جر. إن أباها وأبا أباها قد بلغاها في المجد قال غايتها، على لغة عند العرب أنها تلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. اللغة الثالثة، وهي أقل اللغات أن يبقى الاسم ناقصا ينقص آخره ويعرب بضمة وفتحة وكسرة، وهذه أفصح اللغات. وأنا أقول لإخواننا، لا ينبغي أبدا أن يكون تعلمك للنحو مخرجا لك في تعليل اللحن. بمعنى سيخطب خطبة أو يدرس درسا، فمرة يمشي على هذه اللغة وأخرى يمشي على هذه اللغة وهكذا. فإن سأله أحد لقد لحنت، فقلت مثلا سلمت على أباها، فجاء طالب من طلاب العلم وقال كان الأفضل أن تقول أبيها، فتقول لا أنت لا تعرف لغات العرب، إنها هنا مبنية على السكون في محل جر. أرجو أن تكون الفصحى أفصح اللغات هي ما نتحدث به، وبه نزل القرآن الكريم. نحن نتعرف على لغات كانت موجودة عند العرب، لكن ينبغي أن نلزم أنفسنا بالأفصح دائما وبما نزل به القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يأتي بهذه اللغة، ولم تأتي فيه هذه اللغة، لكننا نتعلم ذلك لأننا ربما في علم القراءات مثلا قرأ أحد القراء على لغة، فيمكنك عند ذلك تخريج هذه القراءة على لغة من لغات العرب. أما في كلمة هن ففيها النقص والقصر أيضا. كلمة هن فيها الإتمام وفيها القصر والنقص، لكن ربما نقلب هذا الترتيب ونقول فيها النقص وفيها الإتمام. النقص أن تظل، يعني يحذف لام الكلمة فتظل هاء ونون فقط، هذا هو النقص، وعند ذلك تعرب بالحركات لا بالحروف، فتقول هذا هنك، رأيت هنك، مررت بهنك.
هذا خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أما الإتمام أن تعود للكلمة لامها عند الإضافة، عندما نضيف الكلمة يعود لها آخرها، وفي هذه الحالة تعرب بالحروف، فنقول هذا هانوك. ماذا تلاحظ عند إضافتها إلى الضمير؟ عاد للكلمة ما كان محذوفا منها، وعند ذلك هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. وتقول رأيت هناك، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، وتقول مررت بهنيك، هذا اسم مجرور وعلامة جره الياء. لماذا غيرت الترتيب؟ لأن كلمة هن الأفصح فيها النقص، الأفصح فيها النقص، ومن هنا تدرك لماذا يسمي بعض العلماء هذه الأسماء الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن النقص هو أفصح لغة في هن، إذن ستعرب بالحركات، إذن ليست هي من الأسماء الخمسة. فإذا كان الفصيح فيها أنها لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف ولا تجر بالياء، إذن ليست من الأسماء الخمسة. هذا ما يجعل بعض العلماء يسمي الأسماء أو يقصر الأسماء على خمسة بدلا من من ستة. لكن الذي سيقول بالإتمام في كلمة هن، وقد ورد عند العرب أيضا إتمامها، فسيقول إن الأسماء ستة أسماء. إذن مما يعرب بعلامات فرعية الأسماء الستة إن قلت بإتمام هن، أو خمسة إذا قلت بنقصها وإعرابها باللي بالضمة والفتحة واللي والكسرة. على كل حال، بما تعرب الأسماء الستة؟ تعرب رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء. متى تعرب هذا الإعراب؟ إذا توفرت فيها الشروط الخمسة، أن تكون الإجابات كلها سليمة، أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة، أن تكون غير منسوبة، أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون فم خالية من الميم. بارك الله فيكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.